Good morning, my student, grade 6. How are you? Today, we want to talk about urinary system. هنحكي اليوم يا مس عن our lesson urinary system. The urinary system هو اسمه الجهاز البولي. What is the part of the urinary system? شو هني أجزاء urinary system؟ أجزاء urinary system يا مس أول شيء هن الكدني، الكلية. عندي two ureter، واحد على الرايت وواحد على الليفت. عندي بلادر يعني هي المثاني and urethra and urethra. اليوريثرا هي اللي زي دكت، اخر شيء انا عندي دكت، هيدي الدكت بتطلع لبرية الجسم. ف guys we have انا عندي باليورينري سيستم four organ او four part. اوكي بالاصح four part. اوكي first the kidney هي الريسبونسبل. الكدني هي مسؤول يا شباب وصبايا، الكدني هي مسؤول اول شيء تعمل لي فلتر للبلد. يعني انا عندي البلد، اول شيء البلد بيكون فيه ويست، اوكي بيكون فيه اوساخ. هيدا الويست المفروض بيفوت على الكدني طبعا، اوكي. فالكدني شو بتعمل؟ بتعمل لي فلتر لهيدا الويست، بتعمل لي فلتر لهدول الاوساخ. فالكدنيز يا مس، الكدني مسؤولي عن تعمل لي فلتريشن للاور بلاد فيرست، اوكي. فانا الويست مع الاكسس ووتر، اوكي، اند ذا اكسس ووتر، الويست اند ذا اكسس ووتر بيجتمعوا بيشكلوا لي يوراين، اوكي يوراين، اوكي يوراين. سو اليوراين حيف اول شيء، يعني وين حيتكون اليوراين؟ وين اليوراين فورمد؟ اليوراين فورمد ان كدني، اوكي اليوراين يتكون او تجمع بقلب الكدني. طيب بعدين اليوراين حينزل لوين؟ حيروح على اليوريتر، حينزل على اليوريتر. بعد ما نزل على اليوريتر حيتجمع بالبلدر، حيتجمع بالمثاني، اوكي. فسو هنا بينعمل له ستور، اوكي، تخزين لليوراين، اوكي ستور لليوراين، اوكي ستورز اوف يوراين، اوكي اوكي اليوراين بينعمل له ستور بقلب الكدني. فاينلي اوكي فاينلي بعد ما ينعمل له اليوراين تخزين، فاينلي بس تصير هاي معبايه، اوكي اليوريثرا بيعمل لي بيطلع لي get rid the urine to the outside the body، اوكي فبيطلع اليوراين outside the body. فإذا رجعت عدت أول شيء الكدني هي produce urine، بتنتج لي أو مش بتنتج لي formed urine، أوكي اليورين بتكون بقلبها. اليوريتر أوكي هني على اليمين وعلى اليسار، هني هدلول اليوريتر، أوكي هدلول هني اليوريتر. فاليوريتر أوكي هني زي دكت وقنوات بنزلوا اليورين اللي تكون بقلب الكدني to the bladder، بعدين البلادر بتعمل لي stores لليورين، بعدين اليوريثرا eliminate urine. اوكي فالباثواي first kidney، بعدين عندي ureter، بعدين bladder، then urethra، then outside the body. اوكي طيب اللوكيشن، اذا جينا نحكي where the location of the kidney، اللوكيشن حتكون هي بالابدومينال كافيتي، اوكي بالابدومينال كافيتي يعني بالبطن. they have dark red color، اوكي عندها لون احمر غامق، اوكي شكلها عندها مثل البين، الشكل الكدني يا جايز، اوكي مثل البين، مثل حبه الفاصوليا. اوكي طبعا الكدني مؤلف من ماني نيفرون، في بقلبها نيفرون، اوكي هاي نيفرون، اوكي النيفرون هو بيكون على شكل زي التشامبر، زي الغرف، اوكي الرومز بيكونوا هني بقلبهم في نيفرون، هدول لحتى يعملوا عمليه زي المصافي اللي هي بعمليه الفلتر. الفانكشن اوف ذا كدني، وي هاف تو فانكشن اوف ذا كدني، دبل فانكشن، اوكي في عندنا بيوريفاينج فانكشن، بيوريفاينج فانكشن اند ريجوليتنج فانكشن. اوكي اول فانكشن يا مس هو وظيفته بيعمل لي بيعمل لي فلتر للبلد، يعني بتنقية الدم من الأوساخ، من الويست، أوكي، ومن الإكسس ووتر، من المي الزايدة. تاني فانكشن بيعمل لي maintain constant composition of the internal medium، يعني بيخلي مكونات جسمنا اللي مثل البلازما والليمف constant ثابتي، أوكي يعني ما في بقلبها أملاح زائدة وما في بقلبها أملاح ناقصة، يعني إحنا جسمنا بيكون اللي بقلبه مكوناته constant، يعني ما بيخلي في شيء زايد بقلب جسمنا. اوكي طبعا لازم نعرف احنا انه الكدني
لا زي ما كانت عم تشتغل بشكل نورمالي، فاحنا البلط تبعنا هيصير فيه بويزن، اوكي هيصير بويزن متسمم فيه ويست، اكسترا ويست، في اوساخ كتير، اوكي فبنصير احنا دمنا متسمم. فعشان هيك الاشخاص يلي بيعانوا من فشل كلوي، يعني كلويهم ما عم تشتغل، فشو بيقوموا يا حرام بيعملوا، بيصيروا بيعملوا غسيل كلاوي. اوكي اوكي فاينالي يا مس هنحكي، اوكي فاينالي هنحكي، هنعمل كومبير مقارنه بين كميه الووتر اوكي يلي فايتي على طالعه صور من قلب الكدني. يعني انا فور اكزامبل هيدي عندي كدني، اوكي وانا في عندي هيدا بلاد، هيدا بلاد، طبعا هيدا الدم خلينا نرسمه باللون البلو اللي حيكون هو ازرق. اوكي فايت عندي هون دم موسخ، اوكي وحيرجع انا عندي يطلع من عندي هون دم. اوكي طبعا هيدا الدم حنرسمه باللون الاحمر وحيكون دم نظيف. اوكي في انا عندي يوراين، خلينا نرسمه باللون الاصفر. اوكي هيدي اليوراين، فانا اول شيء حيفوت عندي دم موسخ في ويست وفي ووتر بلس ووتر، اوكي طبعا اكسس ووتر مي زايده. اوكي فالدم حيتنقى، الاوساخ حيروح على شكل يوراين. اوكي طبعا وانا في عندي هون دم نظيف. اوكي فانا بدي اعمل كومبير، اقارن كميه الووتر هير اند هير. اوكي بدي اعمل مقارنه بكميه المي يلي بقلب البلد النظيف والبقلب اليوراين. اوكي فبرايكم مين اكثر؟ فاكيد الووتر بقلب اليوراين كانت اكثر، لانه عندي هون 960 اما هون 900 اونلي. فجايز انا عندي هون الكميه الووتر باليوراين كان اكثر، فكوانتيتي اوف ذا ووتر او ذا كوانتيتي اوف ذا ووتر ان بلاد هي 900 جرام بير لتر، لس ذان اقل من اليوراين، لس اقل من كميه الووتر يلي بقلب اليوراين يلي هي كانت 990 اوكي 960 سوري اوكي جرام بير لتر، ما ننسى اليونت. اتفقنا؟ يعطيكم العافيه ماي ستودنت فور يور واتشينج اند فاينالي. اوكي بليز حلوا الاكسرسايز 1 و 2 اوكي اند 3 اند سند مي تو ذا برايفت نمبر. اوكي ثانك يو ماي ستودنت.